مرحبا زيد، ان شاء الله رمضانكم مبروك. رمضان مبروك لكل المستمعين شمس افام، وتحيه لكم وشكرا على الدعوه. شكرا جزيلا. الرابطة الوطني للأمن والمواطنة، حسب معلومات اللي عنا، قمتم بإيداع عريضة لإيقاف مسلسل الفلوجة واعتبرتوه تآمر على أمن الدولة. وهو كذلك، وشكرا على الإيضاح اللي هي الرابطة الوطنية للأمن والمواطنة، معناها منظمة مجتمع مدني اللي عندها الحق كسلطة رقابة وكتقريبا منظمة معناها تابعة المجتمع المدني. وهذا يا حبيت نأكده، معلش نتكلموا باسم وزارة الداخلية، معناها احنا رانا نحكي باسم سيدي كرئيس الرابطة الوطنية للأمن والمواطنة. ده يقعدوا معنا الناطق الرسمي لوزارة الداخلية وخذينا الفيرسيون تاع الداخلية، تو نحبوا ناخذوا الفيرسيون تاعكم انتم. فوالا، باش الناس ما تأولش، باش ما نبدوش احنا بوليسية مسؤولين على الذوق العام وكل الكلام هذاك، باش نبعدوا عليه. انا تو نحكي بسيفتي، انا رئيس الرابطة الوطنية للأمن والمواطنة، عندي عديد المنخرطين فيهم جزء من الأمنيين وفيهم جزء اخر في اطياف المجتمع المدني بصفه عامه من جميع القطاعات. عندي مام حتى الاساتذه، معناها اللي هما تمسوا في اطار معناها محتوى المسلسل هذاك، واعتبرنا اللي محتوى المسلسل اخطر بكثير بما ينشر على في قضيه التامر على امن الدوله. حتى الوجه الثاني للتامر على امن الدوله، الوجه الاول هو تجويع الشعب والاحتكار وكل المضاربه وكل اللي قاعدين نقراو فيه الكل، معناها على التامر على امن الدوله. الوجه الثاني هو ضرب الدوله في العمق في الصميم من خلال اترافير التلفزه التونسيه. معناها انا كنمرر مسلسل لنضرب قطاعات حيويه اللي هي مسؤوله على الناشئه على صغيراتنا بالصوره هذيك، معناها وميم طون نحاول نسوق، وكل مره يستغل تيسامي الفهري في مسلسلاته باش يسوق الصورة السيئة. للتوضيح، الإخراج سوس النجوم على الحوار التونسي. أنا ما عنديش نحكي على الإخراج، خاطر أنا توا بالنسبة لي أنا صاحب القناة، هو البث القناة هذيك، الإخراج هذيك حاجة أخرى. أنا ما تخصنيش هذيك، تبع هيكا هي اللي تركب كذا. أنا بالنسبة لي أنا عندي تلفزة تونسية داخل الديار التونسية، مالكها فلان الفلاني، أنا أتوجه ديريكت معناها في إطار معناها القضية المرفوعة للقناة اللي هي بث المسلسل. أنا نسأل سؤال بسيط جدا، علاش في الدول العربية الكل يسوقوا لشعبهم وللوطن نتاعهم بصورة جيدة جدا؟ أنا كنت فرش في رمضان في مسلسل الاختيار في مصر، معناها خلينا الناس الكل، معناها تقريب مجتمع عربي الكل يتابع المسلسل ويفتخر بالبطولات نتاع أبطال اللي هم حاربوا الإرهاب في سيناء، معناها نحكي على الشهيد المانسي او ما تابعه. يا اخي مع الناس صوره طيبه في تونس، علاش مسلسلاتنا الكل تصور في الصوره الخايبه؟ علاش احنا كل مره يضحكوا علينا في المجتمعات العربيه بصفه عامه؟ معناها نجم نجاوبك بالروايه الاخرى، الناس اللي تدافع على المسلسل وتقول لك هذا عمل درامي مش بشرطه يكون محاكاه للواقع 100%، نجم يكون فيكسيون، نجم يكون قصه من خيال هو ممكن هذايا التبرير. زينة زينة، هذوما ناس تحب تبرر الحاجة واضحة جدا، خاطر هو معناها أنا في أحد المشاهد كيقوم الولد معناها تصور بو اللي هو يمثل شخصية الأمني اللي هو رئيس المركز، يحكي مع ولده يقول له راهو أنا احنا تربينا اللي نحترموا الأساتذة والمعلمين متاعنا. يقوم له الولد يقول له أنت ربوك بوك وأمك باش تطلع بوليس، أين الإبداع الفني في هذا يا زينة؟ شنو هي ابداع فني نحكوا عليه لهنا؟ وقال لك شنو اللي حسيته يمس؟ هو قال سؤال، تربيت تطلع بوليس كيما نجم يقول لك شنو تربيت تطلع صحفي مثلا، علاش حس هت... لا 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 تربيت باش تطلع بوليس؟ لا هو واضح، هو ردا على قوله، قالوا احنا ربونا اهلنا على الحكمه والقدر، قالوا لك ربوك باش تطلع بوليس، واضح الايحاء واضح والصوره واضحه بلا غير ما نحاولوا نبرروا. ابطال هذايا معناها الصوره السيئه، انا ما قلتش راهو الواقع ما فيش ما سوق في المسلسل. اكيد موجود، معناها احنا المظاهر الموجوده في المسلسل راهي موجوده في الواقع. الكلام هذا ينطبق على الحلقه الاولى فقط والا من الحلقه الاولى اللي تفرجتوا فيه؟ لا لا، الحلقات الكل متابعه وتو يجيك من بعد، مازال السيناريو مازال كبير، مازال فيه المخطط اللي هو تدريجي لضرب الدوله في العمق بتاعها. قلت لك انا في مؤسسه مخطط تدريجي لضرب الدوله بمسلسل سي معز. اكيد اكيد، على خاطر احنا تو كنجيو نشوفوا معناها تبعات المسلسلات السابقة على أطفالنا وصغارنا،
احنا نحكوا حتى الولاد مفيده سابقا شنو تبعاتها من بعدها؟ شفنا اغلب شبابنا ولا موشم ولا كونسومي. احنا راه معالجه الظواهر راهي تصير في اطار دراسه اجتماعيه ويقدموها ويقدموا فيها حلول. أم باش انت تسوق الصوره هذيك وتجيب لي بطل مزيان محلاه وكذا والكونسومي وتجيب لي واحده زاده مزيانه كذا وتمارس عادات وتقاليد خارجه على عادات نتاعنا وتقاليد، معناها انت قاعد تويكا تقريبا تعمل في عمليه اشهار باش تسوق لك الصوره هذيك. فريمون معناها القاعد يصير وموجة الغضب راهي ماسكه الناس الكل. وانت كنت تشوف إيه اللي غاضبنا جميع قاطع ما تتفرجوش مش هي قاطع. انا ما نحطش انا القناه في التوقيت هذاك وقت المسلسل. زينة 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 شنو هي قاطع؟ قاطع ما هو عندك منصه انت الكترونيه بس فيها واللي يحب يتفرج يتفرج يحب ما يتفرج. مثلا كان خايفين على الصغار مش باش يتفرجوا. التلفزه هذيك راهي مرفق حبينا ولا ما حبيناش، معناها ماهوش عمومي صحيح خاص. اما طول الوقت ترخيص يلزمك انت تتقيد بقوانين الدوله وتقاليدها وعاداتها وتحترم شعبها وتحترم نفس تتفرج هذيك. هي تعدي لي في البيك انت مسلسل غاديكا شنو قاعد انا نعس على صغاري يتفرجوا ولا ما يتفرجوش؟ على خاطر اللي قاعد يصير راهو بالحق مش باش تولي سانسرا هكا في علاقه ديما بالعمل الثقافي الابداع كما انت كامني تحب تخدم خدمتك باريحيه. المخرج يحب يخدم خدمته باريحيه. الصحه الناس كل باش تولي تدافع على روحها. انا كمواطن مانيش نحكي امني يا زينه تويكا، نحكي كمواطن عندي صغار ماهي سانسرا. انا قلت على الاقل قليل من الحياه والاحترام على الاقل للذوق العام وللشعب التونسي. نجاوبك هنا بمسلسل اخر ولو ما نحبش نعمل مشاكل. اما البارح مسلسل جبل الاحمر على التلفزه الوطنيه ما نعرفش شنو يسميوه مواطن باندي اللي هو اعطى كف الرئيس مركز مثلا وقال له تو نتحاسب ما عملش رياكسيون. نقول لك معناها هذا يمس رؤساء المراكز الكل وندور على المسلسل الثاني ايضا. زينة هو 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 احنا رانا قاعدين نسعى باش نحسنوا العلاقه بقدر الممكن. راهو وهذايا ما يغطيش اللي عندنا عيوب وعندنا خروقات وعندنا ناس خارجه على القانون. وديجا تو كان معاك ناس قرات في وزاره الداخليه وقال لك راهي وزاره الداخليه اتخذت الاجراءات اللازمه في سبيل تتبع اي انسان حتى يدو في الفساد. متفاهمين حطوا في الفساد تتبعوه بس ما حتى مشكل. ما فهمتش سؤالي. ما قلتش رئيس المركز ولا ضرب، العكس مواطن او منحرف ضرب رئيس مركز الكاف. باش نقول لك معليه كم كل لقطه باش تتبعها باش تقول هذا تامر على الامن الدولي. معناها الصوره هذيك هي الصوره هذيك. انا بالنسبه لي انا في قراءتي الخاصه جدا صوره اللي انت مواطن ضرب رئيس مركز الكاف، معناها رئيس المركز راه لا يمثل نفسه، راه يمثل السلطه في البلاد. فوالا ثم هيبه انا باش نقول لك راه هذا تمثيل. انا خرجت بك من مسلسل الفلوجه المسلسل جبل الاحمر على الوطنيه. قلت شوف احنا كان كل شيء معناها النجم ونسبوه للتمثيل والابداع الفني احنا ونصوروا الواقع كما هو. احنا زاد كيف كيف هو عندنا الجنس اللي قاعد يمارس في كل مكان وخاصه في المرافق حتى في المرافق التربويه. يا خويا عملنا فيلم جنسي انت كذا ولا مسلسل وعدوا هنا في رمضان الجاي. مش بشرط هي ما كانت تقارن بالواقع الامريكي الافلام الامريكيه والبوليسيه وغيرها مشاهد دمويه. القصه هذيك قلنا ما تجيش. ما هو كل شيء ولا يجي هو توا الدروغ ولا يجي ما يجيش ونحن هنا في كإذاعة كمنبر إعلامي جامي نكونوا ندعموا ولا نسوقوا وإلا حتى نعديوها هكا بسهولة الاستهلاك. بالعكس هذا مرفوض. ولكن سي معز نختم معك قبل ما نخرج الفاصل الإشهاري. اليوم أنتم قررتوا إيداع أو سيء أو دعتوا شكاية متاعكم رسميا كرابط. نجمو تسمعونا على الامن والمواطنه معز دبابي. سي معز نرجع لك جاوبني على سؤالي اللي سالته لك قبل الاشهار رسميا او دعت شكايه. مشينا في المسار القانوني ودعنا شكايه واكيد باش تنظر فيها النيابه العموميه. نعم. اون ميم تون رفعنا شكوى للهيكله على خاطر ديجا يخص المجال السمعي البصري في اطار معناها المراقبه هذه. طلبنا اولا
الاول احنا تويك اول مطلب عنا هو عمليه تقريبا قرار بمنع بث المسلسل نهائيا، واذا ما لم يتمكن ذلك وشافت الهيكله اللي هي هذه تقريبا ما تنسخ فيها قرار وما على الاقل يوخروه في وقت بعيد على سيراتنا، بعيد على الوقت الذروه اللي تجب تشاهد فيه الناس كل. وبالنسبه لمستوى المسلسل اي صوره ومن هنا الحلقات القادمه نشوفوها تنس بكل هيكل الدوله وخاصه بالمؤسسه الامنيه، نعم. راني نتابعوه قضائيا وجزائيا. واضح، شكرا جزيلا رئيس الرابطه الوطنيه للامن والمواطنه معز الدبيبي، فاتكم الانترفيو كاملا تلقاوه على صفحتنا.